التجربة اللي احنا هنعملها النهاردة تجربة احد المتابعين اللي بيتابعوني على الانستجرام. التجربة بتقول ان الجاز الابيض بيطول الشعر وينعمه، يمنع الهيشان، ولو في قشرة بيمنع القشرة خالص وبيقوي الجذور بتاعت الشعر. ويلا بينا يلا نجرب. انا جبت شوية الجاز الابيض دول، من الجاز الابيض ده اللي معايا من غير ريحة من غير لون، شفاف خالص عامل زي المية. المفروض ان اخد غطا واحد، هو ملوش ريحة بصراحة. احنا هنلفه ونسيبه لمدة ساعتين بالظبط. انا بصراحة مش عارفة هنحط بونيه عليه ولا لا، اللي قالولي ما قالوش حطي بونيه ولا لا. لو انتوا حابين ان احنا نحط بونيه قولولي في الكومنت. لايك وفولو بارتو بارتو. يلا بقى نشوف النتيجة بتاعت الجاز الابيض. حاسة ان الشعر اطرب كتير، مش هايش صراحة، حلو قوي، عجبني ترطيب ونعومة ولمعان. لا حلو قوي، تجربة حلوة جدا. واللي عجبته التجربة يكتب لي في الكومنت. شايفين التجربة دي؟ دي رموش المفروض ان هي رموش طبيعية، ويلا بينا بقى اوريكو ازاي بنعمل الرموش الطبيعية لو ما عندناش رموش طبيعية. يلا بينا يلا نجرب. اول حاجة هنجيب مقص، قص حتة من شعرنا، دول كفاية قوي. نجيب الشعر اللي احنا قصناه ونحطه بالشكل ده كده ونوزعه كويس ونقفل عليه. وبقت بالشكل ده، يلا بقى نركبها. بالشكل ده. واللي شايف ان التجربة نجحت يكتب لي في الكومنت. طبعا احنا بنحدد الكثافة بتاعت الرموش على حسب الكمية بتاعت الشعر اللي بنحطها فيها. البنت دي جاية بتقول لنا لما نحط ورق القصدير على البيبي ليس واحنا بنعمل شعرنا بيكون في اختلاف تماما لما بنعمل البيبي ليس على الشعر مباشر. ويلا بينا يلا نجرب. هنجيب قصدير ونجيب البيبي ليس ونلف البيبليس فيه كويس جدا. نجيب الثانية، هناخد فصلة بقى من شعرنا. وبقت دي النتيجة. اللي عجبته التجربة يكتب لي في الكومنت. انا بصراحة شايفة ان الشعر بيلمع شوية. تعالي نشوف البنت دي بتقول ايه في التجربة دي. بتقول لنا ازاي نرسم الكونتور بالملقاط، ويلا بينا يلا نجرب. هنجيب الملقاط كده شوية، المفروض ان جابت خط كده وخط كده. وجابت القلم بتاع الكونسيلر وعملت خط وبقى بالشكل ده. ويلا ندمج. في الحالة دي انا هستخدم فرشة زي دي علشان احاول ان انا احدد في نفس المكان ما بوظت الدنيا. هعمل كالاتي، شايفين كده اموه الخط ده كده وانزل لتحت. نيجي بقى في النص كده وبقت بالشكل ده. اللي عجبته التجربة يكتب لي في الكومنت. تعالى نشوف البنت دي بتعمل ايه في التجربة دي. بترسم الايلاينر بطريقة ثلاثية حلوة قوي. يلا بينا يلا نجرب. هنجيب مقص وهنجيب ورقة زي كده ونقص. وبقى ده شكل الورقة. بالظبط كده. تيجي بقى مرحلة التلوين. جاهزين نشوف النتيجة؟ 1
2 3 واللي عجبته التجربة يكتبلي في الكومنت.